في 18 سبتمبر من عام 1991 بدأت رحلة الحلم يا شباب. نعم. لشاب سعودي طموح تخرج من أمريكا، وقرر هالشاب أنه يعيش ويخوض تجربة جديدة من نوعها في العالم العربي. صحيح محمد، يعني وننجز كل اللي حوله شككوا بنجاح فكرته، يمكن لأنها غريبة شوي والعين العربية أبدا ما تعودت عليها، وما اهتم أبدا بهالتشكيكات وقرر يحقق حلمه. فعلا خلف محمد تحقق حلم وليد الإبراهيم وأطلق مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC، واللي كملت اليوم 30 سنة وصارت قناة كل العرب في كل أنحاء العالم. أذكر عندما كنت طالبا في الاغتراب منذ 10 سنوات أنني تحدثت طويلا مع زملائي عن أمنية عزيزة، وهي وجود محطة تلفزيون جيدة النوعية يشاهدها العرب في كل أنحاء العالم، محطة للأخبار العالمية والبرامج يمكن للناطق بلغة الضاد أن يشاهدها في كل مكان. والله صارت يا شباب، وحقق الشيخ وليد إبراهيم طموحه، واليوم MBC تعتبر من أشهر القنوات العربية وبرضه تعتبر من أشهر قنوات العالم. صحيح. وفي داخل طواقمها الإعلامية دائما تعمل على استقطاب الكفاءات من كل الجنسيات، مو شرط أنك لازم تكون من جنسية عربية عشان تكون موظف في داخل هالمجموعة. صحيح. كل جنسيات العالم موجودة اليوم وتعمل في داخل مجموعة MBC. صحيح محمد ونرجس، خلينا نروح مباشرة لرحلة جديدة. لما MBC بدأت في 2003 بتأسيس قناة العربية اللي تعتبر القناة الإخبارية الأضخم عربيا، واللي كان لها السبق في مواكبة أشهر الأحداث عربيا وحتى عالميا. طبعا يا خالف يا محمد، في العام 2012 ما توقف طموح المجموعة وأسست قناة الحدث، وتخصصت هذه القناة أيضا في متابعة الأوضاع السياسية في المنطقة العربية. صحيح. برضو إذا بنتكلم عن توسيعة هالمجموعة، مجموعة MBC اليوم صارت تشمل على عدد كبير من القنوات. إذا بنتكلم عن MBC وحدها، MBC فيها 17 قناة فضائية، بالإضافة إلى مجموعة من الإذاعات ومجموعة من القنوات الإخبارية. نتكلم عن قناة العربية وبرضو قناة الحدث. صح كلامك على متمة يا محمد ونرجس. MBC توجت نجاحاتها بإطلاق منصتها الرقمية الشهيرة شاهد، اللي تصنف ضمن أهم المنصات في أعمال ضخمة ونوعية قدمتها مجموعة MBC داخل هذه المنصة، اللي تشهد على إقبال وتشهد إقبال كبير، وإحنا شايفين هالأيام وش قاعد تصير في شاهد. فعلا سنة عن سنة MBC تواكب كل التطورات، وآخرها شفنا MBC أكاديمي اللي طبعا تدرب وتختار المواهب المختلفة والمتنوعة. ويعني MBC أكاديمي مو بس داخل منطقة معينة، لكن بدأت في السعودية وراح أكيد تواصل إنها تكتشف المواهب في كل أنحاء العالم. والحين يا شباب خلونا نكمل جولتنا، ولا ايش رايكم؟ يلا يلا جاهز، لازم نتعرف على وش صار في 30 سنه. 4 3 2 1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشرت الساعه 8 من مركز تلفزيون الشرق الاوسط لندن. هذه اول نشره عربيه فضائيه قدمت من خلال شاشه كل العرب MBC. هذا هو برنامج من سيربح المليون، وهذا أول برنامج على شاشة عربية يمنح جائزة نقدية بقيمة 1,000,000 ريال سعودي. نقدر نقول إن MBC قدمت سلسلة من أضخم الإنتاج الدرامي العربي في المنطقة. 11 بتوقيت غرينتش، 12 في استوديوهات راديو MBC. استقبل الأثير إلى جانب صورة MBC المتألقة صوتا تردد صداه عبر إذاعة MBC FM. بدت رحلة MBC FM من أيام لندن، وخرجت لنا نجوم كلنا نعرفهم يا محمد ويا نرجس. اليوم نقدر نقول أنه MBC FM أرضت عشاق الاستماع وسجلت أرقام قياسية في عالم الراديو.
واو صراحة يا خلف محمد، صراحة ام بي سي اف ام تربعت على عرش الإذاعات العربية صحيح. وكانت مختلفة ومميزة، وطبعا بدأت في البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية وأكثر وأكثر. شوفوا عدد التنوع العجيب. نتكلم على ام بي سي اف ام، نحكي عن ام بي سي اف ام بالمحتوى السعودي في برامجها واخبارها وفنونها صحيح. برضو ما ننسى بانوراما اف ام، هالاذاعه اللي تهتم بذائقه المحتوى العربي والمتذوق العربي في العالم العربي. وبرضو كان في اذاعه اخباريه تبث اخبار على مدى 24 ساعه واسمها اذاعه ام بي سي. انطلاقها كان قبل العربية، ولما انتقل مقر المجموعة لدبي للأسف ما دامت طول، لكنها حققت شهرة واسعة. عاد تدرون يا شباب أني مرة أفضل قناة ام بي سي دراما اللي إنتاجها دائما ضخم وأعمالهم مختلفة ومتنوعة. تشبه لك نرجس صح؟ فعلا أحب ويشبع ذائقتي في المسلسلات. واضح نرجس تحبين دراما كثير صح. نرجس بعطيها خيار ثاني وثالث. نرجس وش رايك ان ام بي سي ماكس تقدم مجموعه من الافلام السينمائيه، ام بي سي 2 تقدم مجموعه من افلام الهوليوود، وايضا تشكيله كبيره جدا في ام بي سي اكشن من ناحيه الناس اللي يحبون الاثاره والرياضه والسرعه يا محمد. خيارات كثيره مره يا نرجس ولا فعلا. انا الصراحه بالاضافه الى حبي الى ام بي سي دراما لاني احب مره ام بي سي 3 اللي طلع فيها شوي شغف الطفولة وأحلامها. أنا عن نفسي MBC1 يعني تعرفوني أحب الترفيه، قناة منوعة صحيح. قناة تواكب تقريبا كل الأجواء، خصوصا أنه أجواءها عالية بحت، فأنا قريب MBC1 كثير. الخيارات في MBC كثيرة اليوم، في قنوات موجهة لكثير من البلدان، MBC مصر مما يعرفها، MBC5 المغرب، برضو MBC العراق، وما ننسى MBC بوليوود وغيرها الكثير الكثير. اليوم برضو في قناة ناطقة باللغة الفارسية. إذن طبعا يا خلف الخيارات كثير منوعة في ام بي سي. بعد ما ننسى ام بي سي ستوديوز اللي تهتم كثير في انتاج الاعمال الدرامية الضخمة، الانتاج السينمائي الضخم، قناة تعزز من الاستثمار في المستوى المحلي، واكيد كلكم مشاهدينا اكيد شافوا واستمتعوا كثير. نتكلم عن مسلسل اختطاف، نتكلم عن مسلسل رشاش طبعا، المسلسل طبعا اللي تعتبر من اضخم الانتاجات السعودية في السوق العربي. انتهينا، عندنا فقرة ثانية، مشينا؟ يلا يلا مشينا. يا الام بي سي بعيدك مبارك، مبروك يا الام بي سي نهني ونشارك، مبروك يا الام بي سي بعيدك مبارك. مسيرة طويلة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط ام بي سي، لليوم هالمجموعة شكلت جزء من الثقافة، جزء من تنوير العقل العربي من خلال صناعة إعلامية بمواصفات عالمية صحيح. طبعا هالشيء يعتبر سابقة غير مشهودة في العالم العربي فعلا يا محمد. وام بي سي طبعا برضو جزء من حياة الناس، وساهمت في محاربة التطرف والفكر الضال عبر رسائلها ومنتجاتها الإعلامية، اللي طبعا هالشيء حد من أعمال التخريب وخسائر الأرواح. صحيح يا شباب، يعني وكلامكم على متمة. اليوم ام بي سي أنتجت مسلسلات لمحاربة التطرف مثل مسلسل الحور العين والطريق إلى كابول والرايات السوداء وبعض حلقات سيلفي وطاش مطاش وغيرها، واللي كان لها دور بكل تأكيد في نشر التنوير ومحاربة التشدد، وما ننسى برنامج الشهير برنامج الثامنة اللي كان له دور في ذلك. يعني الشيخ صالح الفوزان لما تحدث عن أن هذه موطن فتنة صمت سلمان العودة وصمت العريفي وصمت سعد البريك وصمت العواجي، ولو يدورون حول هذول اللي ذكرت اساميهم العودة والعريفي والعواجي يدورون حول الحمى يستحون، ما يقولون لأم محمد ذي ولدها يتحسب عليكم أنتم يا أبطال التويتر، أنتم اللي قررتوا بعيالنا وراحوا للجهاد، أنتم مسؤولين والمجتمع لازم يسائلكم، المجتمع لازم يحاسبكم، أنتم اللي ذكرت أساميهم ذولا، أنتم اللي غررتوا بعيالنا من أفغانستان وأنتم تشحنون عيالنا وتقتلونهم في حروب كلها انتهت حروب كافرة، ما ندري من اللي أبدأ بداها ومن اللي أنهاها.
ام بي سي يحسب لها كثير محاربة التشدد في العالم العربي وفي العالم، لدرجة أن حتى مكاتبها تعرضت إلى أحداث كثيرة. نتذكر مكتب العربية في العراق اللي تعرض إلى هجوم، تعرض إلى تفجير، راح ضحيته للأسف يعني عشرات من زملائنا في العراق. برضو مكتب العربية في بيروت تعرض إلى هجوم، هذا خلاف ما تتعرض لها المجموعة دائما بشكل دوري إلى يعني هجوم خصوصا، أو حتى بعد يصل هذا الهجوم إلى منابر المساجد أحيانا. طبعا قبل ما نختم، شكرا لهذا الكيان اللي يقدم محتوى مشوق، وما ننسى شركة آرا بالطبع الدولية اللي ساهمت بصناعة احترافية في إنتاجها الإعلامي. جماعة الخير، مجموعة ام بي سي ملأت الفراغ، هذا اللي أقدر أقوله. وأيضا لما نتكلم عن الفراغ، فالفراغ هذا جاء بسبب غياب الإعلام في العالم العربي في بداياتها. وضعت ام بي سي الإعلام العربي على خارطة الإعلام المحترف. وصلنا للختام يا جماعة، خلينا نقول مع بعض كل عام، كل عام ودائما ام بي سي بخير دائما. أمان. We'll be right back.